المحادثات النووية بشأن إيران دخلت مراحل نهائية وحاسمة بحسب تصريحات دبلوماسيين في فيينا. نحو 10 أشهر من المفاوضات منحت إيران برأي خبراء الفرصة الكافية لمواصلة أنشطتها النووية وقربها ذلك إلى حد بعيد من تحقيق أهدافها النووية. فما هي المؤشرات التي ترجح أن إيران أصبحت على أعتاب صناعة سلاح نووي؟ وفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أنشطة إيران النووية تمكنها من تجميع المواد الانشطارية بفترة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلا أن تحويلها إلى سلاح سيستغرق وقتاً أطول، أي 2 عامين. أما عن التخصيب، فإن إيران خرقت بنود الاتفاق جملة وتفصيلاً، فهي تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، أي أصبحت على بعد 30% من صنع السلاح النووي، وذلك باستخدام نحو 700 جهاز طرد مركزي من نوع IRM-2 و174 جهازاً من نوع IR-4 في منشأة نطنز فوق سطح الأرض. أما في باطنها وتحديداً منشأة فوردو، فلديها أكثر من 1000 جهاز من الجيل الأول وقرابة 100 آخرين من أجهزة الطرد المتقدمة. ويقيد الاتفاق درجة النقاء التي يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم بها عند 3.67%، وأن تستخدم 5000 جهاز من الجيل الأول فقط في نطنز. وعن مخزونها النووي، فلم يتبقى الكثير، فهي تجاوزت الحد المسموح به ب12 مرة مع بلوغها 2.5 طن، وتمتلك 17.7 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، والقنبلة النووية تحتاج 25 كيلوغراماً. ومنذ عام اعتمدت إيران آلية الصندوق الأسود في عمليات التفتيش والمراقبة، حيث تجمع الصور والبيانات التي ترصدها الكاميرات بالوجه الذي تريده، لكن حالياً لا يتاح للوكالة الدولية الاطلاع عليها. وبعد كل تلك المؤشرات، فإن هناك أيضاً من يرى أن إيران توجه الأنظار إلى المفاوضات النووية وتراوغ العالم لتبني خلسة منشآت أخرى سرية لتصبح القنبلة النووية في قبضة يدها. إسراء الصغير، العربية.